كنحاول نقول يعني المعاناه ديال المنطقه تبرد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكنتوصل يعني من طرف الساكنه المحليه ديال البوادي والقرى ديال الاقليم شفشاون باي خبر جديد يتعلق باي حادثه. من بين هذا الاخبار اللي كنتوصل بها هو خبر سقوط الطفل ريان في ثقب مائي بدور اغران جماعه تمرد اقليم شفشاون، وقمت يعني بنشر الخبر يعني سويعات بعد سقوط طفل في البئر، ثم يعني انتشر الخبر عبر مختلف المواقع التواصل الاجتماعي الاخرى. انا ابن المنطقه، منطقه باب برد، الاب ديال ريان والعائله ديال ريان يعني اصدقاء، احنا كابناء المنطقه درسنا يعني درسنا مع بعضنا، يعني نلتقي يوميا يعني في السوق الاسبوعي في المقاهي. هاد الناس هادو يعني كيتواصلوا معي انا كواحد من افراد العائله، لاننا كما قلنا احنا ابناء منطقه واحده. من تدوينة صفحة باب برد التي يتابعها حوالي 9000 مستخدم على فيسبوك، تحولت القضية إلى وسم أنقذوا ريان، الذي سجل تغريدة على موقع التدوينات القصيرة تويتر، ليصبح الأعلى تداولاً في المغرب والعالم العربي. تفاجأنا بانتشار الخبر أولاً على المستوى الوطني، حيث يعني تناقلته مختلف الجرائد والقنوات العمومية المغربية. في اليوم يعني في نفس اليوم انتقل الخبر إلى يعني أخبار عالمية.